شيق جدا كان ظرف بين الفاصل واتكلم فيه مع الوزير أسامة هيكل عن انه ازاي احنا نقدر نضغط على اثيوبيا عن طريق الاداره بالازمات. اخلق لهم ازمه، ما هو عامل لك ازمه ومطنشك وسابك انت عمال تصوت، فهو بيقول لك طب خلاص اعمل له انت كمان ازمه. فجت فكره ان انت تضغط بقناه السويس ولا اخره، وانك تلوح بهذه الورقه، بس تكون مستعد ان انت لاحقا تدعمها. فالحقيقه فكره نيره تستحق ان احنا نفكر فيها، لان هم واضح ان هم مطنشنا، احنا بنكلم نفسنا يعني. طب ده بينقلني المشكلة التانية والأولوية التانية اللي حضرتك قلتها، لأي حكومة مؤقتة أو حكومة انتقالية، المية وطاقة وأمن. طيب الطاقة دي مشكلتها إيه بقى؟ دي عقدة. لا الطاقة كارثة. يا نهار أبيض. لا طبعا. يعني المية مصيبة والطاقة كارثة. الطاقة كارثة كبيرة. ليه بقى؟ معلش أنا بقول لك ليه؟ لأنه أنا كان إيدي في العمل، عشت التجربة من جوه، فعندي فكرة عن المشكلة عاملة إزاي. باختصار شديد جدا، حضرتك النهارده وانت في فبراير ومارس بتقطع الكهرباء كل يوم ساعه وساعتين عن كل الاحياء، صح؟ صح. ليه؟ لانه في محطات واقفه ما بتشتغلش. حضرتك محتاج في الطبيعي امكانيات توصلك لحوالي يعني الاستهلاك بتاعك 31000 ميجا وات. خلاص. المحطات بتاعتك ما بتتعرضش للصيانه بقالها سنتين ثلاثه. ما انت لازم توقف محطه وتصونها وبعدين تخش في الثانيه، في فتره كده بيحصل فيها صيانه دايما اللي هي بين الشتاء والصيف. وعندك في محطات واقفه لان ما فيش فيها غاز، ما عندكش وقود. ليه ما عندكش وقود؟ لانه حضرتك اعلنت عن اكتشافات كبيره جدا واحتياط ضخم جدا في الفتره الاخيره بتاعت مبارك، كنت بتصدر الغاز بتاعك وملتزم بعقود مع اسبانيا عشان باسعار معينه فلازم تسدها، وبالتالي انت النهارده محتاج، فبتاخد الغاز وتسيله محطات اساله وبعدين تطلعه على مراكب يروح حرك عشان يتعمل. طب حضرتك النهارده محتاج تشغل المحطات بتاعتك. طب هتشتغل ازاي؟ استورد. لو راجل تستورد، لانك انت ما عندكش المحطات اللي تحول الغاز اللي هتجيبه سائل لغاز، ما عندكش محطات تحول السائل اللي هو للحاله الغازيه بتاعته. يعني حضرتك بتقول ان احنا في مصر بنصدر الغاز، فعشان نصدر الغاز لازم نحوله للسائل. لا انت مرتبط بعقد مع اسبانيا، اعتقد ان ده خلاص يعني تمام. فالمكن اللي احنا بنستخدمه عشان نسيل بيه نخلي الغاز سائل، ما عندكش محطات العكس. معناته حضرتك العكس. مفيش لانه كلها مشغوله في التصدير، محتاج فلوس. خلاص. طيب انت النهارده محتاج تعمل ايه؟ طب نشتغل بالمازوت او نشتغل بالفحم؟ فوزيره البيئه تقول لا ده ملوث للبيئه ما اقدرش اشتغل بيه. خلاص. وبالتالي اصبح الحكومه ايه؟ جزر منعزله، ما فيش سياسه عامه للدوله. انا هشتغل ازاي؟ بالك ما احنا الاسمنت ملوث للبيئه. مش صناعات الاسمنت وقفت في اوروبا كلها وجبناها وطناها هنا الحمد لله. طيب انا النهارده في الضرورات تبيح المعذورات. طب حضرتك انت بتقول لي في البرنامج اللي انت عامله امبارح انك عايز تنمي الاقتصاد وتجذب الاستثمارات وبتاع، استثمارات مين اللي هيجيك وانت لا عندك ميه ولا عندك كهرباء؟ فما تتكلميش في مساله الاستثمار دلوقتي خالص، انت الاول حل الكارثه بتاعتك دي. خلاص. احنا بنتكلم في مدى زمني 7 شهور. ليه؟ لانه انا بعتقد ان الحكومه دي مهمتها انها تؤسس للفتره الاساسيه اللي هتجيلك بعد كده. يعني ايه؟ تحل المشاكل الرئيسيه، او على الاقل تحاول انها تضع لك الحلول. خلاص. ليه؟ لانه انا بقول لك مثلا نخش في ازمه زي بتاعت ازمه اثيوبيا دي. خلاص. هو انت متوقع ان بكره هتتحل؟ لا، انت بتعمل ده عشان تقعد بقى تاخد وتدي، عشان تجبره انه يقعد معاك على مدى طويل، يقعد بجديه بدل ما الوزير بيروح ويرجع يقول لك فشل كده. فهو وزير الراي راح مرتين مفيش، وزير الخارجيه راح قال والله احنا متشكرين مش عايزين، فانت مش عارف تتعامل. طب ازاي يتعامل معاك؟ لا تعالى اقعد بقى بالعافيه، اخلق ازمه. بالظبط كده. فده هياخد شهور طويله، ممكن تتجاوز الفتره بتاعت ال7 شهور اللي احنا بنتكلم عليهم دول. فحضرتك ادي مشكله رئيسيه. المشكله الثالثه الامن، هي الامن والارهاب، خد بالك، ودي هتطول معاك شويه. ليه؟ لانه ما حصلش ابدا انه الارهاب انتصر على دوله، يعني ده يعني في التاريخ ما فيهاش كده، انما فلازم انت اللي في الاخر هتنتصر. انما نفسك طويل لحد امتى؟ هي دي المساله. هتتعامل ازاي مع الموضوع؟ دي المساله. هو ما تعتبرش ابدا الموضوع، وحضرتك استاذ جامعه، انه يعني جامعه قايمه على التظاهر. يعني ايه قايمه جامعه؟ يعني انا مش فاهم. هو حضرتك بتروح الجامعه ليه؟ يعني اللي بيتحرك من بيته ورايح الجامعه او الاب حاجه لها علاقه بالعلم، رايح عشان يتعلم. مش كده؟ فانا مشكلتي في الجامعه ان انا اخلي الجامعات المصريه تقف على مستوى عالمي، لانها خرجت بره التصنيف العالمي خالص. مش كده؟ مش احنا كنا من 3-4 سنين وابتدينا نتكلم ان احنا خرجنا بره ال 500 جامعه الاولى؟ انا مثلا شفت
انا شفت طالبه، مش طالبه يعني، استاذه عندكم في اقتصاد وعلوم سياسيه بالمناسبه، مش فاكر بس اسمها، كانت بتدرس في جامعه اسمها جامعه برلين الحر في المانيا من يجي 4 5 سنين، شايف معاها مفاتيح كتير كده. ايه يا بنتي انت بتعملي ايه بالمفاتيح دي؟ قالت لي اصل انا هنا مغتربه، فانا عندي فتره الويك اند وعندي فترات باجي بفتح، بتفتح الجامعه يعني وتخش تقعد في المكتبه وتستخدم النت وتستخدم البتاع وتشوف المراجع اللي موجوده وتشوف الكلام ده. انا عايزه تخلص الرساله بتاعتها شكلها بسرعه. ابتسام كده بتهيألي، اعتقد ابتسام، اعتقد اسمها ابتسام، شكلها ابتسام، اعتقد اسمها ابتسام. اوكي خلاص الله. يعني انت في الجامعه رايح تتلقى علم، فانت مؤتمن على الجامعه دي، انما انت رايح تتظاهر وترمي مولوتوف، لا حضرتك مش طالب، ده انت لازم تتفصل، مش تاخد وتدي ويطلع لك منظمات تقول لك لا لازم يطلعوا دول متظاهرين. متظاهرين ايه؟ انت مش رايح الجامعه عشان تتظاهر، خد بالك. انا مش بقول، مش هنا مش باجي ناحيه حق التظاهر، انما الاهم فالمهم. انا ما شفتش حد بيتكلم على الجامعه كمؤسسه تعليميه. حق التظاهر ده بيتعارض بحق التعلم، هو التعلم ده هو الاصل. لا لا، اصل انا اتظاهر جوه الجامعه ماشي، بس اتظاهر ازاي؟ انا جوه مؤسسه تعليميه، في ادبيات للمساله. اولا ما اعطلش العمليه التعليميه، خلاص. نمره اتنين، انا ممكن اقف وارفع يافطه ومده من الوقت وامشي، محدش يكلمك في المساله دي. انما رايح استاذ يحط لي مولوتوف جوه عربيته فيروح جوه الطلبه تاخده وتبتدي تضرب وتحرق تكييفات وتحرق مباني، انتوا عندكم كليه الهندسه اتحرقت خلاص مش كده؟ صحيح، بقت عمليه تخريبيه. تعرف كليه هندسه جامعه القاهره دي جامعه، دي كليه تاريخيه، ده جامعه لوحدها يعني، دي مساله مهمه جدا. انت ازاي تقدم على عمل زي ده؟ عمل جبان وحقير ليس له علاقه بمساله، فده لازم تتعامل معاه بعنف، ما ينفعش تتعامل معاه بهدوء خلاص. ليه؟ لانه هنا في مساله الدوله او لا دوله. اللي حصل ده بيقول انك رايح في سكه الفوضى. لما تقول ان ده متظاهر سلمي، لا يبقى حضرتك افاق فورا خلاص. لا، ده انا رايح الم المساله دي لانه لازم تنتهي القصه اللي احنا بنتكلم فيها دي. فانت النهارده ترتب على اللي اتعمل ده ايه؟ انك اجلت العام الدراسي مره اتنين تلاته، في اجازه نص سنه تقعد شهرين ولا شهر، شهرين الا شويه. لا بنهرج، مفيش يعني السنه دي مفيش دراسه، مفيش سنه دراسيه السنه دي. وبالتالي انت لازم، ده انا بديك مثل واحد. طب تعالى على باب الامن. احنا مش الاسبوع اللي فات الجماعه الالمان خدوا ساحه، خدوا فجاه كده، خدوا السياح بتوعتهم وجريوا وبتاع، خدوها ليه؟ المخابرات الالمانيه عندها معلومه، وعلى فكره هي تستهين بالمخابرات الالمانيه. عندها معلومة انه هيحصل تفجير ما في شرم الشيخ، كام ده قاله على فكرة وزير السياحة. خلاص؟ ما تستهنش بده ليه؟ لانه لو تذكر حادثة دهب من كام سنة، كان برضو المخابرات الالمانية قالت ان في حادث تفجير هيحصل في دهب، وقد حدث، واستهانت به السلطات المصرية في وقتها بالمناسبة يعني. خلاص؟ وابلغ السفير المصري هناك، وكان هو الوزير محمد العرابي وزير خارجية اللي جه بعد كده. وبلغ السلطات هنا. خلاص؟ وهم سحبوا السياح بتاعتهم بنفس الطريقه، وانت ما عملتش حاجه. اذا دي رساله للداخليه، ارجوكوا اتحركوا. بالظبط، خدوا بالكوا انه في حاجه في جنوب سيناء هيحصل فيها كده. ليه؟ لانه مهم انه يضربك في مساله السياحه، لانه مساله السياحه مرتبطه باكثر من 3 مليون شخص. دول هيبقى عندهم مشكله ماليه. خلاص؟ فهو بيزود عليك الضغط. فيزود لك بدي، يبقى مفيش عمله صعبه جايه لك ما تعرفش تستورد الاكل بتاعك. مفيش، الناس ما بتقبضش، وبالتالي يحصل عندك مشكله. انا بيكلمني واحد صديقي عنده مجموعه قرى في شرم الشيخ، راجل قافلهم بس مطالب انه يدفع مرتبات. فبيبيع شقق، عشان شقق بتاعته ملكه، عشان يدفع مرتبات للناس، خد بالك. فانت متخيل الوضع بقى عامل ازاي؟ طب انت هتستمر كده لحد امتى؟ وبالتالي هنا لازم القبضه الامنيه تكون قبضه قويه. طيب ده هينقلني بقى للسؤال بعد كده. احنا كلنا بانتظار رئيس، وحضرتك انا لن انسى او مين هو السبب فان احنا اجلنا الانتخابات الرئاسيه المبكره دي. احنا بقى لنا 9 شهور ولسه اصلا بنناقش قانون الرئاسه اللي هو غالبا بعد 4 5 شهور. يعني مش احنا بقى عندنا كانه الوقت ده مورد ملوش قيمه بلد كده يا اخوانا. احنا طب السيسي هينزل ولا مش هينزل؟ ولو هينزل ايه المشاكل ولا الفرص؟ ولو مش هينزل ايه المشاكل والفرص؟ انا تقديري انه هينزل خلاص، لانه ما ينفعش بعد كل ده ما ينزل. لانه لو ما كانش هينزل ما ينفعش يرهن الدولة وبعدين يجي يقول لك والله انا مش نازل. بصراحة هيبقى مقلب. فانا بعتقد انه لا نازل. يعني الحسابات والشواهد تقول هذا الامر. انما المهم انت لما هينزل المشير السيسي عندنا في تحدي كبير، لانه انت كل ما بتقترب من استحقاق من استحقاقات المرحلة الانتقالية اللي طولت ومطت مننا دي، فالجانب الاخر ده اللي هو جانب الاخوان مش هيسيبك. انت عندك دعم مالي ضخم جدا جاي، عندك في ناس جوه بتشتغل،
انت عندك اجهزه مخابرات الحمد لله متوطنه في مصر من 25 من 28 يناير 2011. وانا قلت قبل كده جمله انه مصر اصبحت ملعب مفتوح لكل اجهزه المخابرات العالميه، وانا اعني ده ومصر عليه. خلاص، في ناس لا، ما هو المؤشرات واضحه، في ناس بتزعل من ده، بس جهاز المخابرات اللي ما عملوش خيلتين ثلاثه يبقى ما بيفهمش حاجه. خلاص، وبالتالي انت النهارده بتشتغل في ارض مفتوحه، والعداء من يعني انت ما بنقول حكومه حرب، انت الحرب كانت في الظروف الطبيعيه في حرب قدامك خارج حدودك، فهيجي يهاجمك فانت شايف العدو، عارف محدده. انما المشكله لما يكون العدو في وسطك، ممكن يكون في الشقه اللي جنبك، ممكن يكون في الشارع اللي جنبك، وبالتالي انت مش فاهم حاجه، خد بالك. لما يجي يوم جمعه يقول لك والله في اربع قنابل على طريق المحور، يعني ايه اربع قنابل على طريق المحور؟ يعني ممكن تفجر كام حاجه دي، خد بالك. هو ما بيعملهاش عشان يفجر بس، هو بيعملها عشان يربكك، يخليك في حاله ارتباك مستمر. وبالتالي وجود المشير السيسي لو دخل في انتخابات الرئاسه، اعتقد ان فرصه هتبقى كبيره جدا بالنسبه للمرشحين الاخرين، ودخوله هيحسم مواقف مرشحين اخرين، لانه في ناس واقفه قاعده مستنيه هينزل ولا مش هينزل. لو نزل مش هنخش، لو ما نزلش ادي احنا هنخش ونشوف هنعمل ايه، وبالتالي الخريطه تتغير في حاله النزول من عدم النزول. طب بما انه هينزل، وانا اعتقد انه هينزل، تقديري انا اللي انا شايفه من شواهد انه بنسبه 99% نزل. طيب ما نحسم بقى المسألة. طيب فترة الانتخابات الرئاسية هتبقى عاملة ازاي؟ اولا تعلم يقينا ان المشير السيسي مستهدف، او اكبر مستهدف في الدولة المصرية على مدى ال 30-40 سنة اللي فاتت، خد بالك. وبالتالي هل ينفع انه ينزل يعمل مؤتمرات انتخابية مثلا في الشوارع والميادين؟ الاجابة لا، هيبقى صعب، وبالتالي هيعتمد على القاعات التلفزيونية، وبالتالي انت النهاردة في عملية هتبقى صعبة جدا. هيطلع يقول برنامج بتاعه وهيتناقش فيه، فهيجيب مجموعات مثلا من المثقفين ياخد ويدي معاهم، او مجموعات من المواطنين عينات عشوائية يجوا يقعدوا يتكلموا معاه، وارد انه هذا الامر يحصل. المهم ان المسألة دي تنتهي في اقصى وقتهم، بس في المرحلة بتاعت الانتخابات دي هيبقى عندك تفجيرات كثيرة جدا، وربما اغتيالات كثيرة جدا. عشان كده التصريح بتاع المهندس ابراهيم محلب، وانا بطلب ان اراجعه فيه، اول امبارح لما طلع وقال كان يوم حلف اليمين، قال لك ان الوزراء ما قبل بحلف اليمين على طول، ان الوزراء ما يركبوش غير عربيه واحده وتمشي. ده كان ايامنا احنا كنا بنركب عربيه واحده وخلاص، واخد بالك. وانا كنت بمشي في معظم الاوقات من غير حارس، تمشي في الشارع اصلا، واخد بالك. كنت بروح بالظبط. الشيء الثاني انه انه ما يشربوش ميه معبأة وبتاع وكده، كلام مش ده اللي هيحدد لي الوزاره دي ناجحه ولا، بس حط في اعتبارك انه لو استهدف وزير واتضرب في الحكومة دي، ده يربك الدولة بما فيها. ولا مية بقى ولا بنزين ولا عربية. لا 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 خلاص بقى. يعني حزبة تانية. ايه معناه انك مش عارف تأمن وزير عندك، وبالتالي يبقى انت هتأمن المواطنين العاديين ازاي؟ يبقى انت عندك مشكلة كبيرة جدا. دي حزبة المجتمع بره هتبقى شكلها. وطبعا وهتلاقي بقى الصحف والمحطات وبالتالي فرصة. وبالتالي انا بدعو المهندس ابراهيم محلب انه يبقى معاه بورد، هذا البورد عارف يحدد الاولويات بشكل كويس، لانه المرحله اللي جايه دي مش بتاعه اعتباط. وبدعو بقى المشير السيسي انه ارجوك يعني بسرعه بقى، لانه الوقت مش في صالحنا. لا ده احنا انا زعلان، انا بس خليني اقول اضيف معلش. انا حاسس ان احنا كده ما اتعلمش، فتره انتقاليه طولت جدا جدا جدا، وانا مش متاكد ان العائد يستحق العذاب اللي احنا متعذبينه ده. لا هو انا كان ليا اعتراض من البدايه خالص، ويمكن لو تذكر هذا الامر، انه انا ما كنتش في حاجه الى دستور في هذه الفتره. ليه؟ انا كنت في حاجه الى انه سقط الدستور بثوره 30 يونيو، خلاص؟ طيب يبقى احنا بنتكلم في انه في مرحله انتقاليه جديده. دستور ينبغي ان يصدر بتوافق، انا ما كنتش في حاجه، انا ضايع 6 شهور من المرحله الانتقاليه عشان اعمل دستور، لان انا عندي دستور 71 تم تعديله بتسع مواد في 19 مارس 2011 بارقامهم في دستور 71. اشتغل اركب ده واقول ايه بقى؟ انه هذا الدستور هو دستور مؤقت للبلاد لمده 5 سنوات. فالخمس سنوات دول بقى هكون انا عملت الرئاسه، كان زمان دلوقتي عندي رئيس وبرلمان. صحيح دلوقتي صحيح كان زمان عندي رئيس وبرلمان، خلاص. وبعدين ابتدي بقى اقعد بعد 5 سنين. ليه 5 سنين؟ انا ليه قلت لك 5 سنين؟ هو انت مش عندك مده الرئاسه 4 سنين؟ لا، انا هدي فرصه للرئيس في المده الاولانيه بتاعته اذا كمل او ما كملش انه يكون اصبح في درجه من الاستقرار. ما هو لو ما عملش استقرار في 4 سنين مش هيعمله، خلاص. وبعد كده نبتدي بقى نفكر في الدستور المرحله، بدل ما يبقى المرحله الاولى هيبقى المرحله الاخيره، بس نبقى قعدنا وشمينا نفسنا، خد بالك. تبقى انت عرفت على الاقل تشغل الدنيا شويه، لانه سياحة تمشي عندك شويه، تعرف تشوف حل في مشكله الوقود اللي عندك دي، في مشكله كبيره عندك هتحصل. انما خلاص حصل ده مش هنتكلم في الهوا، حصل اللي حصل، فخلاص بقى ندرك ما يمكن ادراكه
بان احنا نسرع الخطى شويه، لانه احنا بجد ماشيين ببطء شديد جدا، بطء لا يتناسب. هل قانون الرئاسه يستحق ان احنا نسيبه 3-4 أسابيع بهذا الشكل؟ رايح جاي. هو الرئيس خرج امتى قال انه انا شايف ان انتخابات الرئاسه يجب ان تسبق البرلمان، وخد القرار بهذا الامر؟ يمكن شهر اكتر من شهر. شهر وشويه. خلاص. طب بعد ما خد القرار وخد الموضوع بقاله شهر وشويه، انا مرتبط بيوم 18 فبراير، خلاص ما انت خدت الاجراءات والناس مشيت، كان المفروض بقى كل الاجراءات دي تخلص بالك، انما لا، الموضوع بيمط بشكل كما لو كان ان احنا الوقت في صالحنا، الوقت ضدك على طول الخط. خاصة بقى ان الحكومة اللي جاية دي، في تحدي تاني نسيت اقول لك عليه مهم جدا، الحكومة اللي جاية دي اللي هتعمل موازنة بتاعة 2014-15. مش كده؟ الموازنة. كنت ناسيها. يا دي مصيبة. وبالذات مع ما هو في جزء من مشاكل الحكومة اللي فاتت دي بالدستور. بالدستور صحيح. ومش حضرتك عامل انه في 4% و5% يعني عامل 8% من ناتج المحلي الإجمالي. دي مهمة جدا. صحة وتعليم. صحة وتعليم وبحث علمي. وبحث علمي. خلاص؟ بس ده من ناتج المحلي الإجمالي. ده مش مش ده اللي مش تحت سيطرة الحكومة. مش تحت سيطرة الحكومة، احسبها نسبها دي من ناتج المحلي الإجمالي، طب نسبها الموازنة، أنت عندك الموازنة دي 26% من ناتج المحلي الإجمالي. صحيح. طب يعني دول 32% من الميزانية. طب 32% لثلاث قطاعات. إذا كان كل القطاعات بتاخد 25%. بالك؟ طب أنت هتعمل إيه؟ وبالتالي لازم هتعمل حسابك. طب أنت هو عمل لك ده نص انتقالي. إن ده يبقى في ميزانية 16-17 بالشكل ده. فأنت لازم تبتدي تتحرك شوية تقرب عشان تقرب من الارقام، محتاج في سنتين تلحق تخلص ده. انا بعتقد ان هذا النص من النصوص، لان احنا اتكلمنا وصرخنا في وقتها وقلنا انه ما ينفعش ارقام في الدستور يا فندم، قلنا والله وحياه ربنا اتقالت بس ما حدش عبرنا. خد بالك، انا بعتقد ان هذا النص سوف يكون غير قابل للتطبيق باي حال من الاحوال، بس انت ازاي هتقدر تواجه المجتمع اللي صوت بالفعل على الدستور ان الكلام ده غير عملي؟ خد بالك، بس لازم يتعمل. طب فانت عندك في تحدي كبير جدا، لازم يبقى عندك خبره اقتصاديه جباره عشان تعرف تحط موازنه تعرف تمشي بيها الدوله في وقت انت ما عندكش فيه موارد، محتاج تلبي احتياجات، وانت اديت وعود للناس انك هتعمل حد ادنى وحد اقصى، فانت بالتالي عملت حد ادنى من غير ما يبقى عندك موارد ليه. خد بالك، ربنا يستر. انا سامع المزيكا مثلا، انت خلصت. انا في وسط الحلقه كنت ببدا مش عايز اقول لك، اصل حضرتك اول ما قعد على الكرسي قال لي بص ومشوف بص معالي الوزير، لا بس حضرتك قلت حاجه مهمه، ان رئيس الوزراء محتاج بورد يشتغل معاه يديله رؤيه اوسع شويه من المشاكل اليوميه ديت، والا هنلاقي نفسنا بنحل المشاكل اليوميه وهنغرق في المشاكل الكبيره. مشاكل يوميه. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا لك. ربنا يبارك في حضرتك. هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله، وربنا يستر. تصبحوا على خير.